برحب بحضراتكم وحلقه جديده من ماما شادو ممكن التدخل المبكر بيكون احيانا بيحسن حاله اولادنا من ذوي القدرات الخاصه سواء بقى اللي عنده مشكله او اللي عنده اعاقه وطبعا التدخل المبكر ده بيكون على هيئه جلسات تخاطب او على هيئه جلسات علاج طبيعي او تنميه مهارات الي اخره ولكن الجديد النهارده في برنامج ماما شادو ان احنا هنتكلم على حاجه جديده النهارده هي موجوده طبعا ولكن بالنسبه لبرنامجنا يعتبر النهارده اول مره نتكلم عليها وهو التدخل او المبكر من خلال التكامل الحسي فمعظم الولاد اللي عندهم مثلا اعاقه زي التوحد او نقص التركيز وفرط الحركه بيكون عندهم اطراف الحواس فممكن يلجاوا للعلاج ده فبالتالي طبعا العلاج ده بيكون محتاج جلسات. ازاي ان احنا نقدر نتعرف على ايه هي الجلسات دي ويعني ايه تكامل حسي ويعني ايه اضطراب حسي هو ده اللي النهارده هنعرفه ان شاء الله من استاذ محمد غراب اخصائي التكامل الحسي برحب بحضرتك اهلا وسهلا ازي حضراتكم يا رب تكونوا بخير طبعا التكامل الحسي هو تنظيم المسيرات الداخله لمخ الطفل من اجل استخدامها والاستفاده منها باقصى درجه ممكنه تمام يعني هنيجي نقول ايه هي المشاكل واهميه التكامل الحسي للطفل او اي ام تسمع دلوقتي ايه هو التكامل الحسي طبعا بيمتاز ان هو يتدخل ليه اعاقات كتيره جدا ومشاكل كبيره جدا سواء كانت التاخر الدراسي صعوبات التعلم التوحد اضطراب في التوحد الداون كل ذلك الاضطراب المشاكل بنتدخل من خلالها بالتكامل الحسي وزي ما احنا عارفين التكامل الحسي هو مصطلح للي بيشتغل بيه اخصائي التكامل الحسي عايزين نعرف اخصائي يعني عايزين نقول ايه هو عكس التكامل الحسي هو اضطراب المعالجه الحسيه فبالتالي اهميه التكامل الحسي يعني بيكون م. لها اهميه كبيره جدا في عمليه زياده التواصل والانتباه والتركيز ويكون لها عمليه مهمه جدا من خلال الاطفال اللي عندهم اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه بتدينا الهدوء الاتزان الحسي من خلال التدخل الصحيح من خلال العمل مع اخصائي التكامل الحسي. طيب دكتور ايه الفرق بقى بين التكامل الحسي وبين الجلسات الثانيه اللي زي التخاطب زي تنميت المهارات زي تعديل السلوك وهكذا يعني. طبعا مش ننكر ان كل تخصص من ده ليه تخصصات مختلفه وليه م. عمل بطريقه منظمه يعني مثلا العلاج الطبيعي متبع شق الطب تمام وفرع من فروع الطب م. ده بيكون بيعالج القصور الحركي للجسم كله سواء مثلا مم. في مشكله آه وليكن في الاداء الحركي سواء كانت مشكله بسيطه متوسطه ضعيفه بننهض بنخلي الحركه ومرونه الجسم بطريقه متزنه مم. دي طبعا بيحكم عليه خلال دكتور علاج طبيعي بيبدا ان هو يقول فعلا محتاج الطفل علاج طبيعي مم. تمام سواء بيختلف الفئات ممكن ندخل في جميع الفئات وخاصه اللي هو السي بي تمام مم. صغار وكبار في السن أو متوسط السن أما بالنسبة للتخاطب هو علم م. تبادل الأفكار تمام ما بين الطرفين وهو طبعا من أهم من أهم اللي, اللي, يعني اللي إحنا بنحتاجه تمام والتدخل من خلال التخاطب طيب هنيجي نقول لي أنا دايماً دايماً بنصح زمايلنا الشغلين في المجال إن هم يكونوا على دراية ومعرفة جيدة بفنيات التكامل الحسي أثناء شغلهم في تنمية المهارات أو التخاطب أو العلاج الوظائفي طيب هنقول إيه الفرق ما بين العلاج الوظائفي والتكامل الحسي هنقول إن العلاج الوظائفي هو المظلة الكبيرة وهو الأعم أما بالنسبة للتكامل الحسي هو جزء من أجزاء العلاج الوظيفي امم وايه هو العلاج الوظيفي دكتور العلاج الوظيفي ليه فروع كتير إيه؟ العلاج الوظيفي بيهتم بالمهارات الحركيه الدقيقه تمام مم. سواء كانت مسكه المع... المعلقه سواء ال... القلم سواء كان ان هو يفتح الباب يقفل الباب المهارات مم. بنح... بنحاول نخليه على اقصى درجه ممكنه من الاستقلاليه للرعايه بالذات وكلام ده يعني مم. من خلال المهام من خلال برده اه من خلال برضه العلاج بالتكامل الحسي ما هو اخصائي نحسن من الوظائف اه بنحسن آه من, من الوظائف الحياه حياته اليوميه الحركيه احيانا بنحط بعض الادوات بحيث ان محتاجين التاهيل الحركي بيبقى فيه قصور لبعض الوظائف الحركيه لذلك الام بتشتكي ان الطفل ما بيعرفش يمسك القلم كويس ببدا أننا انا نوظف الحركه سواء كانت الثنائيه الثلاثيه القبضات بمختلف بمختلفها بحيث ان الطفل يبدا انه هو م. يوصل لاقصى درجه ممكنه م. وامتى بقى الام تبدا العلاج الحسي امتى بيبدا التكامل الحسي او العلاج بالتكامل مم. الحسي او عمليه التكامل الحسي بيختلف السؤال ليه كذا شق بس مم. امتى بيبدا عمليه التكامل الحسي بتكون من رحم الام بيبدا ان المخ بدايه اما يبدا ان هو يتصور بيحس بالاوضاع الحركيه بيبدا ان هو يسمع الجنين وهو ببطن بطن امه بيسمع ما عمليه التكامل الحسي يعني ايه؟ يعني مثلا عمليه ان هو يسمع ويشوف ويتحرك فبالتالي التدخل امتى بنكون بنتدخل التكامل الحسي بنتدخل عن طريق من اول يوم عن طريق التحفيز الحسي العصبي لما نعم؟ الام تكتشف ان ابنها عنده مشكله او اعاقه او, أو آه آه مثل زي آه آه التوحد او اه من اول يوم آه ممكن نشتغل حاجه اسمها التحفيز الحسي العصبي اما مم. سنه ونص بنشتغل جلسات تكامل حسي طبيعي عادي جدا طيب دكتور بالنسبه بقى للافاده اللي هتعود على الطفل من التكامل الحسي الافاده بتكون طبعا احنا بيجي لنا اطفال مثلا اضطراب في التوحد الدون، صعوبات التعلم تاخر دراسي بنعمل زي ما يكون ان احنا بننظم المسيرات الداخليه لمخ الطفل افاده استرخاء انتباه اكتر مم. تواصل بصري اكتر إيه لذلك احنا قلنا التخصصات الاخرى مثلا تنميه المهارات ودون شغل مم. ودون ان احنا نحس ان هو مركز فعلا معانا وعنده تواصل بصري وانتباه سمعي والاوضاع الحركيه بطريقه إيه كويسه بطريقه فيها اتزان بيبدا ان احنا من خلالها ببدا ان هي دي تكون كويس كويسه من خلال التدخل إيه في العاقات اشرح لنا يعني في مجمل بسيط كده شكل الغرفه الحسيه طبعا شكل وشكل الغرف الحسيه بتمتاز ان هي بتكون بنقدر نتحكم بالاضاءه نتحكم في السمع يعني بنقدر تكون فيها كنترول بجميع اجزائها سواء كان جهاز الفقاعات المائيه اسطواني الشكل او نفق العمق او جهاز مروحه التخاطب ده كله بنقدر نتحكم ليه, ليه الاجهزه ديت لان انا بتدخل على كل حاسه بمفردها، سواء كانت الحاسه السمعيه، الحاسه البصريه، الحاسه التذوقيه، ببدأ كل جهاز بيعالج لنا يعني الاسترخاء، الاشباع اللمسي، الاشباع البصري، فكل جهاز في غرفه التكامل الحسي او بيكون فيها مزقات وروائح بنوصل للطفل لعمليه الاتزان مم. الحسي. مده الجلسات وعدتها بتبقى ايه في الاسبوع؟ مده الجلسات وعدتها بتكون مبنيه على اساس التقييم. أساس التقييم التقييم بيقول لنا مثلا اضطراب في التكامل الحسي بمعدل مثلا بسيط أو اضطراب في المعالجة الحسية أو التكامل الحسي بمعدل متوسط أو بمعدل شديد فبالتالي بنبدأ نقول مدة الجلسة عموما بتتراوح ما بين 30 دقيقة ل 45 دقيقة <applause> تمام؟ أه. آه طبعا آه بيبدا الجلسات من واحده او اثنين او ثلاثه بننظم اسبوعيا اه اسبوعيا ثلاث جلسات في معدل الاسبوع. آه دكتور طبعا احنا كنا مستمتعين جدا باللقاء مع حضرتك وان شاء الله تكون معانا في حلقات ثانيه شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك جزيلا بشكرك جدا دكتورة آه نطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل.